صديقي حسين من الكويت كان بعت لي الفيديو ده قبل كده، وبعد ما نشرناه بعت لي فيديو جديد ان شاء الله هننشره، اللي احنا هنشوفه دلوقتي حالا عدة مقاطع جديدة غير المقطع ده. شوف بسم الله ما شاء الله حجم الزغلول دي، زغليل اللاحم الفرنسي البيور اللي هو بختم الشركة الفرنسية. فهو باعت بيأكد ان لازم يكون اللاحم الفرنسي البيور بختم الشركة الفرنسية. طب هو بعت المقاطع الجديدة دي ردا على فيديو للأستاذ أحمد أبو هاجر اللي هو كان بيقول عملية توثيق استيراد الحمام الفرنسي من فرنسا اللي كان أرسله له صديقه التونسي. الأخ حسين كان عايز يوضح للناس حقيقة الحمام اللي بختم والحمام اللي من غير ختم. اتفضل يا أستاذ حسين. السلام عليكم أخوي أبو هاجر، زيك؟ أخوك أبو علي من الكويت. الكلام اللي قلته عن الحمام اللاحم اللي لما تصير فيه طفرة يعني ريشته تكون فيها سواد أو أي لون، كلامك صحيح باعتقادي أنا، لأن السلالة إذا صارت قديمة من 10 سنوات إلى 15 سنة أو حتى 20 سنة تبدأ الزغاليل يطلع فيها حبة سواد. هذا الأهل أو الزوج الأصل ده لاحم أصل، أوريك زغليله، هذا واحد من زغليله لونه أسود، شوف حتى في طقة براسه زيل أسود. الراس في سواد، دول زغاليل لاحم عمرهم 30 يوم تقريبا. بخصوص حمام اللاحم، الأخ التونسي مع احترامي له ومتابعينك ويسلم لي عليهم كلهم، لما يقول لك واحد جايب حمام من فرنسا طبعا راح يكون حمام فرنسي أصلا، ولكن لما يقولك واحد جاي من الشركة الأم الأصلية لازم في إثبات، والإثبات نفسي ده، ولكن في شركة متخصصة هي اللي توزع للشركات، فلشلون تثبت نفسها؟ الجوز ده ختم، ده الجوز طبعا وصل الكويت 150 دينار 120 دينار، يعني 500 دولار أو 400 دولار غالي أوي يا أخ حسين. يعني أنا ما شفت حمام مصري، مع احترامي لكم، حمام يعني لاحم اصلي، هو حمام ابيض صح صح فرنسي، بس هذا عندنا احنا ما يسوى شيء، يعني يسوى ممكن عندنا واجد منه، يعني كثير عندنا بس ما نشتريه احنا، لان حمام فرنسي بس انه مش البيور اللي نفته. عندنا يا اخ حسين الحمام بتاع الاستاذ احمد بركات اللي هو بيشتغل في الكويت اللي هو بالختم اللي انا صورته قبل كده. لو دخلت على الموقع بتاعهم هتلاقيهم بيكتبوا يورو بيجون. وهل حجم الزغاليل بيقل بعد سنين من الانتاج؟ طبعا هذا الزوج اللي هو زغلوله اسود ده امه وابوه صاروا يمكن 20 سنة، هذول عياله، شوف الحجم صغر، يعني مو نفس هذا، شوف ايش كبره. طبعا هذا العلف طبعا حاط مكيف، هذا العلف يجي من بلجيكا نظيف، احنا ما عندنا يعني فيه اشياء، عندنا تجارة هني سكر المحل اذا صار فيه شيء غلط. ودول الزغاليل الكبار هذا كله حمام اصلي، الاهل هم عليهم اختار. شوف هذا ده زغلول، شوف قص حجمه، ده زغلول ده عمره يمكن 4 شهور، شوف الصدر ايش كبر، ده زغلول ده كبير شوي، طبعا انا حاطه هنا عشان اعرف النثية من الذكر، بس بص دي زي البطة.
طبعا بخصوص الادويه عندنا احنا ما في شيء اسمه تجاري. طبعا هذه الشركه تعرف انت وصل الفيتامينات اللي فيها. كل دي فيتامينات. هذا راس سيليوم او سيلين او شيء. اظن هذا هولندي او بلجيكي والله ما ادري. هذا برضو فيتامينات. طبعا سعر 5.5 دنانير. هذا ممكن 6 دنانير. هذا بعد ممكن بعد 6 دنانير. طبعا عندي هذا بعد فيتامينات 8 دنانير. يعني تقريبا كل 10 دنانير يعني 500 جنيه. هذا فيتامين تايلاندي. الفيتامينات عندنا كلها أصلية. هذه قطرة حق تنفس وحق السلمونيلا. طبعا هذه وحدة بوحدة تعطي يوم يومين خلاص انتهى. بيقولوا عندنا ان مفيش لحم غير الابيض. واللحم الفرنسي مو شرط ابيض. يعني هذا شوفه هذا اللون وشوف الاحجام. شوف الختم. هذا البيور الاصلي. انا عايز من ده اخ حسين. هم كلهم اختام بس اختامهم داخلية. انا وياي معاي واحد امسك واحد منهم ابيك الختم. بس انا عندي تصوير قديم راح اوريك الختم. استاذ مصطفى هذا الختم النتيجة. اللاحم الفرنسي هذا شوف الحجم. بسم الله ما شاء الله. اللحم الفرنسي هو اصلا يلحم بيض على بيض مو مشكله. بس يعطيك لحم الفرخ بتاعه. انا ما عندي زغلول كبير عشان اوريك اياه. طبعا هذا عمره يمكن 7 ايام اسبوع. شوف ايش كبره. او 5 ايام ممكن ينتج لحم على طول. فاي واحد يشتري حمام من فرنسا طبيعي انه يقول لك حمام فرنسي. ولكن لما يقول لك واحد جاي من الشركه الام الاصليه لازم في اثبات. والاثبات نفسي ده في اختام ختم على الجناح. يعني شوف هذا الحجم ايش كبره. هذا البيور. شلون نثبت ان هذا اصلي؟ شوف الختم. ختم على الجناح حتى النثير. شوف لازم ختم. وفي ختم داخلي. يعني شوف هذا ختم الذكر. ختم طبعا الزغلول مش بتاعهم بس انا مزلي. شوف هذا النثي فيها ختم. في داخلي ختم راح تشوفه بعدين. بس هذا الختم يورو بيجون. لو دخلت على الموقع بتاعهم هتلاقيهم بيكتبوا يورو بيجون. ده ختم الشركة يا أستاذ أحمد. وده الرقم بتاعه. ده مختوم في الجناح ما ينفعش يطلع. ده الختم في الجناح اهو. بيتحط على الحمام وهو لسه عمره صغير. مش زي الدبل اللي عندنا اللي هي فك وتركيب. أيوة. دي دبل كبس. الدبل دي غير الدبل اللي عندنا. دبل كبس. دي يعني ما تنفعش تتفك. لا بتتفك. بس صعبة ان هي تتفك مش زي الدبل بتاعتنا. والخامة تخينة شوية. تمام.